آله وأصحابه من كانوا في الحق خير الأجناد والجنود. حضرة صدر الفضيل أيها الحضور الكريم، نلتئم اليوم في هذه الساعة المباركة في هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مصداقا لقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بين هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم، هذا الشهر عظيم عظيم عظمه الله سبحانه وتعالى بعظمة القرآن لنزول القرآن فيه. نزل القرآن في شهر رمضان فصار أعظم الشهور، ونزل في ليلة القدر فكانت خيرا من ألف شهر، نزل على أمة محمد فكانت خير أمة أنزلت للناس، عفوا خير أمة أخرجت للناس، نعم، ونزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان إمام الأنبياء والمرسلين، نزل به جبريل فصار خير الملائكة وأمير الوحي. نلتئم في هذا الشهر المبارك في هذه الساعة المباركة في هذه القاعة المباركة لذلك من أجل أن نحيي ذكرى سنتها الهيئة الوطنية لمغاربة العالم. هذه الذكرى هي تكريم قراء ونابحين ومسمعين. كانت هذه المناسبة تقام بالمساجد، أقيمت الدورة الأولى والثانية والثالثة كذلك بمسجد أزلنا بحيث إمام الله، وقيمت الدورة الرابعة بمسجد خناتر تنكار بباب العين، وهذه الدورة وكانت الدورة السابقة بحكم هذه الجائحة التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عنا وأن يخرجنا منها لا فاقدين ولا مفقودين ببركة هذه الأيام المباركة وهذا الشهر المبارك. كانت الجائحة حائلا بيننا وبين اللقاء بالأحباب، فكانت الذكرى وكانت المسابقة وكانت كذلك التكريم بأحد المنازل. واليوم نلتئم بهذه القاعة ومن خلالها نشكر أخانا وصديقنا السي علي الزهري، جزاه الله عنا خيرا أن فتح لنا أبواب هذه القاعة لنلتئم في هذه الأمسية. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونشكر كل من ساهم من قريب وبعيد في إنجاح هذه أو في إنجاح هذا اللقاء. نتمنى وخير ما نفتتح به آيات ليلات من الذكر الحكيم. تبارك الله وأحسن الخالقين، أرى العديد من القراء كل فحل في هذا المجال بتمكنهم من أدواتهم سواء على مستوى مخارج الحروف وكذلك على مستوى القراءات، وكما نعلم على أن المغاربة هم أسياد هذا المجال، أسياد القراءات في كل المسابقات. و حقيقة ما عرفتش المرة حتى الميكرو المرة نقول يقرأ لما تبارك الله كلهم صبات المستوى كلهم رائعين، وغادي نمشي عند نقول له شي واحد سيدي أنور بن قراءة إن شاء الله نفتتح بها هذه الأمسية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة إنه غفور شكور.
والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور ولباسهم فيها حرير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله.